على بالنا باللي درتي عندك خبرات في الساحة العالمية ولا في الوطنية، وغنيتي قدام ناس كبار وكل حاجة. أهم تجربة تعتبريها هي لحقت عايدة للعالم كامل، شكونها؟ يعني من دو دومين بروفيسيونيل بروفيسيونيل بارابور زعما لا ميوزيك كلكو شوز لي غنية برنامج حاجة حسيتها هي اللي كانت لو ديكليك في المسيرة تاعك. Je pense que qui خلص القرايه تاعي كي خلص المسيره الدراسيه تاعي و جي فوندي مون غروب و شفت باللي اون بو بارطاجي دو بيل شوز هومان اي موزيكال افيك ديفيرونت بيرسون دو موند جو مي سوي دي سي جو بو فير سا توت ما في اني كيما نقولوا حنا شامبيون دو موند استادير كو جو بونس كو لو ديكليك سي دافوار كري مون غروب كي بديت مع الفرقه تاعي جو بونس كو سو ديكليك a fait que par la suite قلت je veux continuer comme ça وحبيت حياتي تكون هكذا c'est comme ça que je voudrais que ça soit voilà وتجربتك في The Voice كيفاش تقيميها الان كمشاهده مرورك كي تعاودي تشوفيه واش يعني لك واش تشوفي تنتقدي روحك تقولي هنا غلطت هنا درت هنا كنت مليحه غادي ندير حاجه على مشى me critiquer dès que le moment non parce qu'il m'a fallu beaucoup d'énergie il fallait نركز على لي بيرفورمانس تاعي فالي نركز وين حبيت نوصل كي ايتي لو ماكسيموم في لا كومبيتيسيون دونك لو كان جو في مو جوجي سافا ايتر ليميت ميشون دو ما با باسكو لي عطيتو ديك الوقت لا فاصون دون جافي ديك الحراره ديك تاع لازم نربح لازم نوصلو حي الماكسيموم كونت جو فوا لو روندو جو بونس با زعما لو كان جوري بي فير ميو ولا ديباسي زعما نشوف اون كومبيتونس وقلت سيت فوا سي بالك لهنا تو ايتي با 100% بالك لو كان زدت شويه ولا بديتها 100% خلصتها 100% دونك كونت جو ريفوا لي فيديو ولا لقطات هكذا تاع ذا فويس جو مو دي نورمالمون سافا سي ميو كو جي بي فير اون فيت